شخصية أثارت ولا تزال تثير فضول مواطني عين الدفلة بين الترفيه وزرع المتعة. يعني باش ياكل البيض خضار وباش ياكل يعني النجاره وشماع مسامير لي نيون لي لومب التهم حتى دوك 50 حبه تاع بيض وخمسه لي بيتزا حتى مول البيتزيريا دوك لهنا ما قدرش باش يوفر له يعني الكميه اللي كانت طلبها. يعني هذا شيء غريب. خوتي خويا سليم هذا الله يعطيناه من قلبه ما شاء الله، كي يدخل عندنا نبداو كاع نترشوا. نخافوا ما نكذبش عليك، خافوا لا يكوننا احنا كامل راه حاجه كبيره بزاف، ما يخلي والو ما يطلق تكون طقوا على الكراسي وطوب لي ياكلهم. وجبة غداء سليم الأكل اليوم تمثلت في 50 بيضة مسلوقة وستة أطباق بيتزا. هي وجبة غداء عادية، أنا كروتين يومي 5 بيتزا 6 بيتزا 10 بيتزا 50 حبة تاع بيض 60 حبة تاع بيض. يعني المسابقات اللي كنت نديرهم كانت متقسمة على البيض، كليت 350 حبة تاع بيض في بوفاريك، شاركت في مصر ثاني معروفة بالبيض، شاركت حوالي 1200 حبة بيض مع منافسين آخرين وغلبتهم. كان لي الشرف أنني حصلت على المرتبة الأولى. هو عادي 10 بلاوات ولا 12 بلا ولا 13 بلا عادي، يعني حبة ذولا يكون معها جبنة تاع طعام، حبة ذولا يكون معها نقولوا بدون تعصبغة تاع رايب. بالنسبة للعشاء بالنسبة للغداء 6 بيتزا 7 بيتزا 8 بيتزا 10 إذا كان الخير كاين حتى 20 بيتزا. وزارة الثقافة ووزارة السياحة باش يعاونوني معنويا بأكثر منها ماديا باش نشارك في مسابقات طبعا تاع ماكلة، وان شاء الله نشرفوا الجزائر احسن التشريف. وين نروحوا سعيد؟ الدور من نوفل شنو ناكلوا سعيد؟ الدجاج مشبعش. مع اقتراب موعد تناول وجبة العشاء يتجول سليم وسط المدينة بحثا عن أقرب مطعم. هذا 10 دجاجة 20 دجاجة سيدة 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 كما العادة 15 هكذا حاليا راني اتهمت 12 دجاجة وان شاء الله بالك من اللي نعود ان شاء الله نزيد اذا جعت نعود نزيد لك حتى 10 واحد اخرين ان شاء الله. الانسان زين نوكلو مليح يبغي ياكل مليح لابيتي مفتوحة عنده، كي يجي لينا سليم دلو 5 6 7 8 حتى 10 راحوا. مطالين فيا معناتها ويحسنوا وعاوني ويحسوا بيا ويعني ما يخلوش عليا، اللي خطرات نجي ناكل يعطوني زجاجات 3 زجاجات من عندهم. رسالة إلى كل المطاعم الأخرى على مستوى القطر الجزائري، يشوفونا يتهلاو فينا يا 50 طبسي 60 طبسي 10 دجاجات 5 دجاجات، احنا هذا واش نطلبوا احنا، المهم نفطروا ناكلوا المكتوب اللي كتبوا ربي وخلاص. اخر رقم قياسي سجله الرجل الخارق سليم الاكول هو التهامه ل40 دجاجه. تقريبا الارقام القياسيه اللي حطمتها هي في وجبه الدجاج 25 30 40 دجاجه على حسب الوزن على حسب الكميه على حسب الوقت. وعلى كل حال احنا مازالت عندنا ان شاء الله مسابقات اخرى اللي نقدروا ان شاء الله نواجهوا بها منافسين واحد اخرين باش نلحقوا رقم قياسي 50 دجاجه او 60 دجاجه. وفي السهره يتوجه سليم الى احد المقاهي بوسط مدينه عين الدفله ليلتقي اصدقائه ويلتهم كل ما تبقى من اطباق الحلويات والمشروبات الغازيه. الاخ سليم الله يبارك مضار يجي عندنا هنايا وانسان الله يبارك ياكل وربي يحفظه ان شاء الله كيما خونا عند ربي المحل القهوه قهوته ويدبر راسه هاك. وكاين الكاطو هنايا الاغلبيه ياكلوا سليم. سليم غوستو منين داك توجور يجي انا السيرفر نلقاه عنده سبيسيال جاز 10 منين داك دي فوا قلب بلا قلب اللوز بلارولي غاطو دي فوا كاع فريكو يقول ناطوني شغل لومبيونس. سليم عندما يدخل المقهى وينطلق في الاكل يصنع الفرجه واجواء خاصه. وعرفناه احنا دائما كي نجيو نقعدوا هاك نقصروا الاخر نتجمعوا يجي سليم يقعد معنا نورمال.